ورجعنا لكم بعد الفاصل ومكملين كلامنا مره تانية وفقرتنا الطبيه النهارده هنتكلم فيها عن حاجه ناس كتيره جدا بتحب ان هي تعملها وبتروح لدكاتره التجميل وخصوصا دكاتره الاسنان علشان خاطر تعملها النهارده موضوعنا عن تجميل الاسنان تجميل الاسنان وتبييضها والهوليود سمايل والفينير وحاجات كتيره جدا جدا بنسمع عنها بتخلي شكل الانسان احلى وشكلنا احلى وبطلها هو دكتور الاسنان النهارده ضيفنا النهارده وهيكلمنا على تجميل الاسنان دكتور عبد محمد العايدي اخصائي طب الفم وجراحه الاسنان نورتنا النهارده يا دكتور بنور حضرتك اهلا وسهلا اهلا بحضرتك اهلا وسهلا طبعا حضرتك سمعت المقدمه احنا النهارده هنتكلم تمام. عن آه الهوليود سمايل اول حاجه تمام يا فندم عايزين بقى نعرف الهوليود سمايل آه عباره عن ايه وبنعملها ازاي؟ هو الهوليود سمايل ده آه الناس مفكره ان هو اسمه خلاص لا دي دي حاجه احنا بنوصل الشخص ده ان هو يبقى سنانه زي آه او ابتسامته زي ابتسامه النجوم تمام بمعنى ان مش هوليود سمايل يعني خلاص هو آه حاجه او جهاز هيركبه وشكرا على كده لا الهوليود سمايل ده بيعتمد, بيعتمد على حاجات كتير منها ان احنا بنظبط اللثه تمام, تمام. بنظبط ال... حجم الاسنان وشكل الاسنان ولون الاسنان تمام بنظبط ممكن لو في مشكله في الشفايف كمان بنظبطها بالبوتكس والفيلر تمام تمام الهولود سمايل دي في منها كذا حاجه وكذا طريقه عشان نوصل ان احنا نظبط شكل الاسنان وال... والابتسامه انواع اه انواع في منها م. متحرك وفي منها ثابت م. المتحرك ده حاجة زي جهاز كده بناخد طبعة لشكل الأسنان وبنعمل قالب القالب ده بيبقى لونه أبيض زي حاجة كده لون الأسنان تمام. تمام المريض بيلبسها بس دي بتبقى متحركه طيب احنا معانا دلوقتي صوره آه دلوقتي على الشاشه لو حضرتك تبص على المونيتور تمام آه طيب آه الصوره دي هل هي حضرتك الصوره بتاعه آه. الهوليو سمايل آه يا بتاعت المتحركه اه دي دي الهوليو سمايل المتحركه تمام. دي دي حلوه وكويسه وجميله وكل حاجه بس للاسف ما ينفعش ان المريض يلبسها وقت طويل ما ينفعش انه ياكل ياكل بيها او يشرب ميه او الحاجات دي كلها لان بيدخل بيدخل تحت منها فضلات اكل تمام أكيد. <تصفيق> 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 طيب انا عندي سؤال مهم جدا في الهوليود سمايل المتحركه بالذات ساعات في بعض الـ 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 الناس اللي حابه تعمل الهوليد سمايل المتحركه بتبقى عندها نوع من انواع مخارج الالفاظ بتبوظ اه <applause> فمثلا ممكن تبقى السين الثاء أو أو. او او الصاد او, <applause> أو, <الصاد> أو الحاجات <applause> دي او الكلام ده كله تمام. هل فعلا ده ممكن يتداوى ولا لازم كل اللي هيركب الهوليد سمايل المتحركه هيحصل معاه نفس المشكله؟ للاسف هي لان بيبقى حجمها عريض شويه فبتغطي سقف الحلق وفي في الحلقه ده بيبقى مخروج ما, ما, ما في منه اه, مناطق آه. فبيبقى بيبقى الشخص ده مش عارف يتكلم او متلعثم في الكلام تمام, تمام. بنحس إنه هو متلعثم تاني حاجه ان هي اصلا بتدخل فضلات اكل فمتبقاش بتبقاش كويسه تمام. لكن بتتعمل مثلا واحده عروسه او عريس عايز حاجه فتره الفرح أوه. أوه. او مزيعة أوه. او مذيعه فتره فتره اذاعه الفقره <applause> تمام؟ تمام لكن هي مش دايمه لكن أه. الدايم بقى ده بيبقى افضل ده بيبقى القشره الفينير الحاجات دي كلها طيب هل بتبقى برضو مكلفه زي الاثنين نفس التكلفه؟ لا طبعا ولا بتبقى دي اكيد طبعا تكلفتها بتبقى اعلى؟ لا تبقى سمايل اللي هي المتحركه اللي هي سناب اون دي تمام تمام؟ دي بتبقى تكلفتها اقل تكلفه اقل بكتير كمان يعني ممكن بتقضي الغرض بتقضي في وقت معين ممكن ان انا ما استعملهاش على طول تمام طيب بالنسبه بقى للهوليوود سمايل الثابته هل انا في حاجه ممكن تضرني انا كشخص لو انا عملت الهوليوود سمايل الثابته هي ما فيهاش اي اضرار لكن احنا مثلا بنعمل الهوليوود سمايل الثابته او الفينير الثابت ده تمام ده بيعتمد احنا الشخص ده هيعمل ليه هو عايز يعمل عشان شكل اسنانه مضايقه لون اصفر تمام. تمام ولا شكل اسنانه فيها متدخل على بعضه اعوجاج لو فيها اعوجاج يبقى احنا بنلجا للتقويم ما فيهاش اعوجاج يبقى احنا هنعمل له اللي هي الثابته طب الثابته دي بتتعمل ازاي؟ بنحضر الاسنان تمام بطريقه معينه بناخد منها ثلاثه من عشره تمام مللي تمام تقصد لحضرتك ده انا ببرد السنه بنبرد اه بنبرد بناخد طبقه صغيره تمام ده الفينير <تصفيق> <تصفيق> وبعد كده بناخد مقاس ونلزق الفينير ده على الاسنان احنا معانا صوره برضو هل هو ده. احنا بنسميها زي عدسه الاسنان اه عدسه الاسنان عدسة الأسنان. طيب. عدسه الاسنان تمام تمام يعني طيب احنا بنلزق السنه الجديده هل بتبقى نفس الشكل السنه القديمه ولا بنركبها بطريقه بتكون شكلها افضل وبتبقى بتاخد مقاسها بطريقه احسن <applause> احنا بن... احنا عاملين العمليه دي عشان نحسن شكل الاسنان تمام. ونحسن حجم الاسنان ونظبط الشكل بحيث ان الابتسامه والعضه تكون م. متناسبه وتكون مريحه الشخص اللي هو هو عامل هو عامل حاجه عشان يعالج حاجه كانت عنده بالظبط تمام تمام ف... بناخد مقاسات بتبقى المقاسات كويسه تمام بتتلزق بتبقى دايمه مش دايمه ممكن تقعد 10 سنين مينيمم تمام هل بتتشال مره تانية؟ ممكن لو حصل مشكله تحت الاسنان او كان في مشكله في التحضير او م. لو في مشكله في, ال... في, في الفينير اللزق. نفسه أو. او اللزق اللي هو ملزوق بيه تمام طيب هل فعلا لما باجي اشيلها بتبقى السنه اللي تحت منها لسه محتفظه بحالتها ولا بتكون اتدمرت خالص بتبقى محتفظه لو هي متحضره من الاول م. كويس لو هي معموله كويس م. من المعمل ولو ما دخلش تحت آه. منها فضلات بكتيريا او حاجه كده فضلات اكل كان. طب م. وانس ان انا عملت او مجرد ان انا عملت الهوليود سمايل الثابته لازم طول الوقت تبقى معموله ما ينفعش ان انا اشيلها وارجع تاني للسنه الطبيعيه لا للاسف مش هينفع دي في حاله الفينير م. في حاجه بقى اسمها لامونير او لام او لامونير. آه. تمام آه. تمام م. دي بتتلزق على السنه مباشره من غير ما ان احنا منها من او اي حاجه تمام يعني دي ممكن نقدر فعلا ان انا اخلعها زي عاده اه اللي تحت ما عندهاش مشكله خالص تمام تمام طب انا دلوقتي لو انا عندي فراغات في سنتي آه مثلا زي الفلجة اللي في الاسنان في الاول او آه مثلا في عندي فراغات مثلا في كذا مكان تمام. آه المفروض ان انا بتصرف معاها ازاي الفراغات دي الاول احنا بنشوفها هي حدثت ليه يعني ايه السبب ان ان موجود في فراغات هل حجم الفك صغير على الاسنان او مم. ولا السنان هي اللي كبيره ولا ايه بالظبط؟ يعني احنا بنعمل اشعاعات او حاجه زي كده بنشوف الدنيا الاول عامله ازاي وبنصور المريض تمام؟ طيب مم. لو هو الفراغات عنده مم. بسبب الفك ممكن نلجا للتقويم. طيب احنا معانا دلوقتي صوره من صور الحشو التجميلي. هل ديت الصوره دي لما بنيجي عشان نوصل من الصوره للفلج الاولاني علشان خاطر نوصل بيه للصوره نمره 2 ايه المراحل اللي ممكن نعدي عليها عشان نوصل من المرحله دي للمرحله دي زي ما بقول لحضرتك اول حل بيبقى عندنا التقويم تمام, تمام. المريض بيبقى رافضه او مش حابه او حاجه زي كده فبنقول في حل ثاني بسيط اللي هو الحشو التجميلي او الكومبوزيت تمام, تمام. ده بيبقى فيه كذا شيد تمام كذا درجة من الألوان بنحاول إن احنا نظبط فيها حاجات عتمة وحاجات شفافة وحاجات زي كده أقرب للون السنة الطبيعي اه بنحاول نظبط طبعاً حضرتك بتعاني لأن كل الناس عايزة السنة ل... بيضاء وما, ب... وما يكونش فيها لاين مثلا حاجة اسمها لاين أوف يعني الظاهر هنا حدود الحشوة بالظبط لا تمام. احنا بنحاول بنخفي الحاجات دي على قد ما بنقدر تمام فبنوصل بالمرحله ان انا خلاص لو انا الفلجه اللي في السن دي آه. راحت ان انا بحط الـ الحشوه التجميليه الحشو التجميلي يعني مش مش عدسه زي لا. زي الفينير لا الحشوة التجميلي ده حلول ان احنا نقفل بيه الفلجه او السبيسز اللي موجوده دي تمام. او الديست ما دي وبيقدر ياكل عليها بيقدر وبيقدر ياكل ويشرب هو... ويعمل كل حاجه وعمرها الافتراضي كويس جدا تمام هل طيب بعد برضو نفس القصه ان موضوع النطق ده مهم جدا م. مخارج الالفاظ مع الحشوة التجميلية هل بتتغير برضو ولا بتتغير لا للاسف ما بيبقى يعني ما بقاش في اي مشكله مع م. الحشو التجميلي <applause> لانه هو ما بيبقاش حاجه عريضه مثلا او مغطي سقف الحلقه او حاجه زي كده ده هو بيبقى واخد شكل المورفولوجي بتاع السن نفسه تمام <applause> <applause> يعني ما بيحصلش فيه اي تغيرات او اي حاجه خالص لا لا. طيب عايزه اعرف من حضرتك ازاي احافظ على ابتسامه النجوم بعد ما خلاص انا عملت الهوليود سمايل او عملت الفينير الثابت تمام. سواء كان ثابت طبعا او متحرك ازاي اقدر احافظ عليه سواء كده سواء كده تمام بنحافظ عليه بكذا حاجه اول حاجه الفرشه والمعجون دي حاجه مفروغ منها دمين. تمام في آه معاجين مخصوصه لل ولا لل... أي, أو مع... معجون؟ أي معجون؟, بس بشرط ان احنا نغير المعجون كل فتره ما, من... نفضلش مستمرين سبتين على, على... آه على معجون والفرشه واحد. طبعا بتتغير كل ثلاث شهور تمام سمعت قبل كده ان هو دايما ما تسترخصش في الفرشه بس تسترخص في المعجون في المعجون دمين. اه المعجون <applause> لا بس المعجون يعني كله بقى واحد بس شركه تحط لك ماده عشان مثلا السنسيفيتي الحاجات دي كلها بالزبط. تمام لكن الفرشه دي بتبقى حاجه مهمه تمام طب يعني انا مجرد الفرشه والمعجون ده اللي انا بستعمله الفرشه طبعا ما بنجيبش فرشه هارد ولا ولا ميديوم لا ده احنا بنجيب حاجه اسمها الترا سن يعني الترا سوفت نعم كمان اه يعني عشان ما تجرحش م. او تخربش الفينير ده تمام تمام الماوس ووش ب... طبعا ده حاجه مهمه تمام تاني حاجه خيط الاسنان تمام خيط الاسنان ده مهم جدا جدا طيب انا بسمع ان خيط الاسنان دايما بيبقى فيه حاجات الواكسد والنان واكسد اللي هي يعني اللي عليها شمع واللي مش عليها شمع تمام المفروض انا بستعمل انهي واحده المفروض افضل هو الافضل النن واكسد النن واكسد اه بس الناس مفكره ان الواكسد اللي هو اللي مش عليه شمع اه اللي هو مش عليه شمع الناس مفكره ان الواكسد كويس لا الواكسد ده بيعمل حاجه اسمها دي هايدريشن للجزء اللي في اللثه يعني بينشف السائل اللي موجود حوالين اللثه اللي محوط السن تمام يعني ال القصة الشمع دي غلط ساعات بنقول يعني ايه بيبقى هو بيبقى بيبقى يعني طري ونقدر ندخله ما بين السنين والحاجات دي كلها بالضبط. بس ده غلط بيعمل في, ال في, يعني كتر استخدامه بيعمل حاجه اسمها دي في اللثه تمام طيب انواع الغسول بتاع الفم والاسنان هل برضو قصه ان انا اجيب غسول فم غالي قوي او رخيص قوي هل ده بيفرق في الـ في, الـ في ان انا مثلا عنايتي باسناني ممكن تكون مختلفه؟ هو بيفرق في حاجه واحده انواع الغسول بتفرق ان مثلا ده الماده دي محطوطه كلوروكسيدين بتركيز معين ده احنا عايزينها عشان تبقى تعمل علاج تمام, تمام. آه. الماده الثانيه دي معموله عشان تبقى وقائيه تمام بس فاه بتفرق في, في الانواع مين بيجي لحضرتك في العياده اكتر اللي عايز يجمل اسنانه ستات ولا رجاله ستات طبعا الستات <applause> 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 طيب يعني اكتر حاجه بتطلب من حضرتك في العياده ايه اول ما بتخش الست بتبقى عايزه بتقول لك ايه انا عايزه يبقى شكل اسناني مرصوصه كويس وعايز عايزه لونها يبقى ابيض طيب بتقنعها ازاي لو هي اصلا سنتها مثلا صفراء او سنتها يعني مثلا مش لونها كويس بتنصحها بايه اول حاجه اول ما بتقولها لو هي عايزه بقى الطلب اللي هي عايزاه ده اول حاجه بنصح المريض عندي ان هو لازم يعمل ازاله جير وتلميع النظافه الاول ده اول السنين اه تمام. نعمل ده بعد كده بشوف السنان دي محتاجه ايه هل هي محتاجه تبيض وهتبقى كويسه على كده ولا تمام. محتاجه ان احنا نعمل فينير بالظبط طب لو هي ولو هعمل فينير برضو لازم بتهيألي اعمل الطبيعي الاول اه تمام تمام لازم اشوف مم. الاول امشي بالتسلسل مش دكتور انا عايزه اسناني تبقى بيضه وكويسه طب يلا احنا هات نعمل فينير آه ونعمل كراونز ومعرفش ايه تمام طيب عايزه بقى اسال حضرتك كده دلوقتي في الاخر خالص كده يعني مم. المفروض الشخص الطبيعي سواء بقى كان عامل تجميل او لا يزور دكتور الاسنان كل قد ايه؟ كل ست شهور. كل ست شهور. يطمن م. حتى يشوف في تسوس حصل جديد، في سيمبل كيرز موجود، في تسوسات بين السنان وبعضها، في أكل بيتحشر في جزء معين معين. تمام؟ م. آه، م. تنظيف الجير و... وتلميع السنان ده حاجة مهمة جدا. أكيد طبعاً. تمام؟ أكيد طبعاً. كل ست شهور م. أصلاً يعني إحنا المفروض نروح نعمل تشيك أب يعني. حضرتك نورتني النهارده ده. يعني ومعلومات حضرتك القيمه الرائعه دكتور محمد دكتور عبد الله محمد العادي اخصائي طب الفم وجراحه الاسنان نورتني النهارده بنور حضرتك فندم بنور حضرتك, حضرتك جدا بنحلي. كلنا طبعا نفسنا نبقى عندنا اسنان جميله واسنان رائعه زياره دكتور الاسنان مهمه جدا كل ست شهور واكيد هينصحك بالنصيحه اللي انت هتقدري توصلي بيها لاسنان جميله ويمكن كمان تبقى زي اسنان النجوم واحسن كمان. كنت معاكم النهارده ايمان عزيزه وان شاء الله الاسبوع اللي جاي حلقه جديده من سكه السلامه، مع السلامه.